السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة ناني كويزين. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا كيفاش نحضروا البوتيتوز أو البطاطا المشهورة اللي تنتناولوها في العديد من المطاعم بطريقة مختلفة. تجي رائعة جدا جدا، تقدروا ترافقوا بها الكثير من الأطباق ديالكم. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Sur cette vidéo, nous allons voir comment préparer des potatoes maison au four. بسم الله على بركة الله، نبداو في الوصفة ديالتنا. دونك عندنا كيلو من البطاطس، غادي نضفوها بهذه الطريقة. أنا اليوم بارطاجيت معكم طريقتي الخاصة كيفاش نغسل البطاطا منين تنبغي نستعملها بالقشرة ديالتها. دابا غادي ندوزو لتحضير التوابل اللي غادي نسلو بها البطاطا ديالتنا. دونك عندنا معلقة صغيرة ديال الكركم، معلقة ديال بابريكا، معلقة ديال الكمون، معلقة ديال الفلفل الأسود، معلقة ديال الزنجبيل، ومعلقة ديال الثوم بودرة، معلقة ديال الزعتر، ومعلقة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال صوص الصوجة، ومعلقة صغيرة ديال الموتاغد أي الخردل. وعندنا الزيت المائدة 8 سنتيلتر، ما يعادل نص كاس تقريبا. وعندنا معلقة كبيرة ديال طوماط كونسونتخي ولا معجون الطماطم. مسألة مهمة بغيت نشير لها، وهي المعلقة اللي استعملت في هذه الوصفة هي لا بيتيت كويير ا كافي، دونك المعلقة الصغيرة وماشي المعلقة اللي تنتناولو بها لو ديسير. بالنسبة للطريقة اللي غادي نطهيو بها البطاطا ديالتنا، فأنا من بعد ما غطيتها بورق الطهي حطيتها في الفرن وزدت عليها الصينية من الفوق باش تضغط عليها ويبقى داك البخار فوق من البطاطا، وبهذه الطريقة تتطهرينا بسرعة. الى هنا تنتهي وصفة البوتيتوز، تنتمنى تجربوها. الى عجبتكم ما تبخلوش علينا بلايك، خليونا كومنتير، كتبوا لينا فيه كيفاش تتحضروا البطاطا انتوما في المنزل ديالكم. شكرا لتتبعكم، الى اللقاء في فيديو قادم باذن الله. Notre recette de potatoes est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous, j'en suis sûre vous allez l'adorer. Laissez-nous un commentaire et dites-nous comment préparez-vous vos potatoes à la maison.